بالنسبة لي إنه كل شيء فيه يعمله الرجال المرأة فيها تعمله، لأنه هي المرأة أقوى من الرجال. وبشجع إنه المرأة تكون بالسياسة لأنه بتفكر بضميرها وبأحاسيسها، والرجال عطوهم بفكر بالإيجو تبعه. أنا مع المرأة تترشح على الانتخابات لأنه ما في كتير نسوان بترشحوا على الانتخابات، وهالشي كتير بفيد يكون في إيجاليتي بين المرأة والرجل. وبرأيي المرأة فيها تعطي من قلبها لأنه المرأة شخص كتير ذكي. بدي من المرشحين اللي حيوصلوا على مجلس النيابة بنات والشباب إنه تاخد المرأة حقها وتنسمع صوتها. أنا بدعم يكون في مرأة بالنيابة هالسنة كرمال تدعمنا بس نتخرج نلاقي أشغال بلبنان ونضل ببلدنا. أنا بآمن إنه ما في حدا قادر يدعم المرأة قد المرأة هي. لازم كلنا ندعم بعض كرمال ننتخب المرأة تتوصل على المجلس وتكون دعم لنا على صعيد الجنسية والقوانين والحقوق. كلنا سوا إيد واحدة كرمال ندافع عن حقوق.